اللي اختتم منذ لحظات قليلة عشان نطمن منه على آخر الترتيبات، آخر الاستعدادات، كيف يستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، المواجهة ما بين مارسيل كولر مع إيهاب جلال، كل ده بالتأكيد نعرفه من زميلنا فاروق. فاروق مساء الفل. برحب بيك يا محمد، كل التحية ليك وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. زي ما انت أكدت بالفعل يا محمد، مباراة صعبة جدا، واحدة من المحطات الصعبة جدا في مشوار النادي الأهلي في درع الدوري والحفاظ على بطولة درع الدوري. طبعا يا محمد، النادي الأهلي مع نشوة الانتصار والصعود للمباراة النهائية، يعني خليني أقول لك إن مستر كولر والكابتن خالد بيبو قفل هذا الأمر. التركيز بينصب حاليا على المواجهة الأولى، مواجهة الإسماعيلي ثم مواجهة الجونة. مستر كولر رافض أي كلام وأي حديث عن التحضير للقائي الترجي التونسي. طبعا الفريق اللي النهاردة يا محمد بيختتم استعداداته لهذه المباراة، المواجهة الصعبة، اللي خليني يا محمد أقول لك إن يعني استكمالا لكلامك وتأكيدا على صعوبة هذه المباراة، إن النادي الإسماعيلي في آخر 8 مباريات في درع في بطولة الدوري مع الكابتن إيهاب جلال لم يستطيع الانتصار سوى في لقاء وحيد على سموحة بهدفين مقابل هدف. وايضا يزيد من صعوبتها ان اخر انتصار محققه النادي الاسماعيلي على النادي الاهلي في الدوري كان من 14 سنه، فاعتقد هي مواجهه صعبه جدا بكل تفاصيلها بكل احداثها، لكن لعيبه الاهلي ان شاء الله تكون في قدر التركيز وتحقق الانتصار زي ما حققت الانتصار في المباراه الاولى في يعني اللي كانت على استاد الجيش ببرج العرب وفاز فيها النادي الاهلي بثلاثه اهداف مقابل هدف. طيب عايز اطمن منك بقى على كذا حاجه، لان انت عارف اكيد المواقع بعد تدريب امبارح اخبار كثيره اتكتبت، واكيد الكلام الرسمي هنعرفه من خلالك لان انت متواجد بقى في قلب الحدث قريب من الجهاز الفني الجهاز الطبي اللعيبه. ناس قالت ان الشناوي جاله شد في السمانه، فعايز اطمن من خلالك الاصابه طبيعتها ايه، لا قدر الله ممكن تكون قويه خفيفه. الحاجه الثانيه رضا سليم مش عارفين، هو كان موجود على الدكه في ماتش مازيمبي فبالتالي سليم، وامبارح او اول امبارح كان اجازه، امبارح كان تمرين، فالناس قالت ان عنده شد في العضله الخلفيه. عايزك برضو تطمنا على جاهزيه ياسر، امبارح كان اول لقطات ليه في التدريبات الجماعيه والتقسيمه الجماعيه مع الفريق، مروان، معلول، منعم، وسام، يعني كافر التفاصيل معاك يا فاروق. بص يا محمد، خلينا احنا نتفق على حاجه، يعني حاجه مهمه جدا، احنا ده دايما انت عارف خلاص فتره الاقبال النادي الاهلي او خاصه في السنوات الاخيره النادي الاهلي دايما موجود في المشهد النهائي لدوري ابطال افريقيا. الفتره دي هتلاقي كتير جدا من الاشاعات، كتير جدا من الاخبار اللي بتترمي يعني على السوشيال ميديا او في المواقع او في بعض القنوات، لكن خلينا دايما يا محمد زي ما نقول بيبقى المصداقيه بتاعتنا من خلال الجهتين، هي قناه النادي الاهلي واداره اعلام النادي الاهلي. بالنسبه لمحمد الشناوي، خليني احسم لك الامور. الكابتن محمد الشناوي اجهاد خفيف في عضله السمانه، تاهيل مش هيستغرق اكتر من 3-4 ايام ثم يعود الى تدريبات الفريق الجمعيه. طبعا زي ما قال لنا الدكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي، اجهاد خفيف في عضله السمانه مع التأهيل مش هيستغرق اكتر من 3-4 ايام. بالنسبه لرضا سليم، وانا يعني محمد وانت بتقول انا مستغرب هذا الامر، لاني انا في الوقت اللي انا بكلمك فيه رضا سليم موجود في الملعب دلوقتي، يعني موجود في التمرين في تدريب النادي الاهلي، كان موجود بالامس، ويعني اقول لك ان هو موجود في قائمه المباراه استعدادا لمباراه الاسماعيلي. رضا سليم واحد من العناصر واللعيبه المهمه جدا طبعا في فكر مستر كولر. خليني برضو اطمنك على ياسر ابراهيم اللي خاض التدريب بالامس والنهارده ايضا موجود في التدريب وبيشارك، شارك بالامس في التدريب الجماعي بشكل كامل، النهارده ايضا بيشارك في التدريب بشكل كامل. بطمنك على محمد عبد المنعم، على مروان عطيه، امام عاشور، كافه اللاعبين. الحمد لله محمد من فتره طويله، من فتره طويله جدا النادي الاهلي بفضل الله ما تلاقيش يعني في اصابات، فيعني دي من المرات اللي انت وانت موجود في التدريب يا محمد تلاقي الدكتور احمد جاب الله قاعد على الكرسي، يعني في فتره راحه ولو لدقائق، يعني سيبه يريح شويه. بفضل الله الحمد لله ربنا يكمل على خير، 3 شهور بيواجه صعوبات بالظبط يعني محمد. يعني خليني اقول لك برضو يعني استكمالا برضو محمد لهذا الامر وتاكيدا ان احنا دايما زي ما نقول المصداقيه من خلال قناه النادي الاهلي واداره اعلام النادي الاهلي، كلنا كنا بنشوف يا محمد كلام كتير جدا على الجهاز الطبي والنادي الاهلي عايز مستر كولر. اعتقد اللقاء الاخير لمستر كولر لما طلع وقال ان احمد جاب الله افضل من يعني واحد افضل الدكاتره اللي انا اتعاملت معاهم في مصر، واشاد بالدور اللي بيقوم بيه الجهاز الطبي في النادي الاهلي. وخليني اكد لك على امر تاني، ان النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي يا محمد موفر كافه الامور والاجهزه الطبيه اللي بتخلي الفريق ما يقدرش او اللاعبين ما تحتاجش انها يعني تستكمل سواء الاشعه او الامور الخاصه بالفحوصات خارج النادي الاهلي، فبالتالي كل الامور بتطلع من خلال النادي الاهلي، من خلال اداره الاعلام النادي الاهلي. ودي كانت من النقاط المهمه جدا
اللي النادي الاهلي قفل على عمليه الاشاعات او الفحوصات الخاصه باللاعبين تبقى موجوده داخل النادي الاهلي، الاجهزه الطبيه اللي وفرها مجلس اداره النادي الاهلي. فاعتقد يعني محمد الحمد لله اللعيبه بدون اصابات ان شاء الله. رضا سليم نشوفه في قائمه المباراه. ايضا كريستو انا شايفه بيظهر النهارده في التدريب، وكان ظهر بالامس في الفتره الاخيره، لكن النهارده ايضا موجود. اعتقد واحد من اللعيبه اللي يكون في فكر مستر كولر سواء في مباراه الاسماعيلي او مباراه الجونه او المباراه القادمه باذن الله. يعني انت بتطمننا على محمد الشناوي، اجهاد بسيط 3-4 ايام بس كده، والشناوي كمان مطلوب منه الفتره الحاليه يتدرب بس. انا عارف هو عايز يرجع للمباريات وعايز يكون متواجد مع زملائه، واحنا رايحين على نهائي افريقيا، بس الهدوء الفتره الحاليه في التدريبات مهم جدا لكل اللعيبه. الحاجه الثانيه، انت بتقول لي رضا سليم اصلا ما فيش اصابه، يعني رضا موجود حتى في التدريبات الجماعيه، فانا مستغرب بصراحه من اللي بيتكتب. يعني انا النهارده مثلا في ترند الاهلي معايا كذا موقع اخباري كبير بيتكلم ان رضا سليم اشتكى من العضله الخلفيه في التدريبات الجماعيه، موقع تاني اتكلم بدون ذكر اسماء المواقع عشان ما يبقاش فيها احراج، يعني رضا سليم هو بيعمل تاهيل جاله شد في العضله الخلفيه. فانا استغربت تاهيل ايه، ما رضا في المباريات وكان متواجد على الدكه في ماتش مازيمبي، فاي تاهيل؟ فانا مش عارف الاخبار دي بتيجي منين والله يا فاروق. بص يا محمد، يعني انت لما قلت لي ان رضا سليم على اصابه رضا سليم انا اتفاجئت، لان رضا سليم كان معايا في التمرين، الا بقى لو المكتوب دوت اظلم على رضا سليم تاني. لكن خليني اقول لك الماتيريال اللي جاي لك او اللي موجود، الصوره اللي احنا دايما بنتكلم ان الصوره هي اللي بتتكلم. اعتقد الصور اللي جاي لك من التدريب او الفيديو الموجود من التدريب، الجماهير كلها هتشوف رضا سليم موجود في التدريب. التمرين قدامنا على الهواء يا فاروق. كان موجود في التدريب بالامس بالظبط، يعني رضا سليم كان موجود في التدريب بالامس، رضا سليم كان موجود معانا في قائمه مباراه الاهلي ومازيمبي. فاعتقد يا محمد زي ما قلت لك وباكد على هذا الامر، انت مقبل على فتره حسم بطوله دوري ابطال افريقيا، هتلاقي اشاعات كتير جدا، يعني عايز اقولها باللغه العاميه اللي احنا كلنا بنقول اشاعات كتير هتتضرب في الفتره اللي جايه، هيتقال اشاعات كتير هنا اصابه فلان واصابه فلان. اعتقد الامور دي كلها مش موجوده في النادي الاهلي، بنتعامل دايما يا محمد المصداقيه من خلال اداره اعلام النادي الاهلي، خلال قناه النادي الاهلي. اعتقد جمهور النادي الاهلي لامس هذا الامر، شايف الامور دي كلها، ما فيش حاجه بنخبيها او ما فيش حاجه ما بتتقالش. فاعتقد يعني كل الكلام اللي بيتقال دي اشاعات يا محمد، الناس او الجمهور شايف الصوره. رضا سليم بطمنك عليه، بطمنك على كافه اللاعبين، ربنا يكرمنا في مباراه الاسماعيلي ثم مباراه الجونه ثم مباراه الاتحاد، يعني اعتقد مرحله صعبه جدا. خليني اكد على امر مهم جدا مستر كولر يا محمد، كلامه مع اللاعبين هو دايما بيطالب الجمهور، بيقول لهم نقطه مهمه، زي ما احنا بنطالب الجمهور انه يكون موجود، حق الجمهور عليكم ان انتوا تفرحوا الجمهور. مستر كولر واحد من الامور المهمه جدا بالنسبه له جمهور النادي الاهلي، دايما بيطالب ان الجمهور يكون موجود. وايضا يا محمد بيقول رساله ايضا للجمهور، زي ما انتم بتطالبوا اللعيبه يكون عندهم استمراريه في ادائهم في كل المباريات، اتمنى ان الرساله دي توصل للاعبين ان انتوا تبقوا واقفين في المدرج في كل المباريات بنفس العدد، لان نفس العدد بيبقى ليه مفعول السحر مع لاعبي النادي الاهلي. فاعتقد يا محمد العلاقه ما بين الجمهور ما بين مستر كولر اعتقد كلها من الامور المهمه جدا اللي محتاجينها خلال الفتره القادمه، خاصه في لقائي الترجي التونسي او مباراه الدوري العام. الفريق بعد التدريب هيتحرك مباشره على الاسكندريه، مبيت في برج العرب يا فاروق. بالظبط يا محمد، يعني خليني اقول لك انه خلاص انا في هذه الاثناء الفريق بيختتم التدريبات الاخيره، مستر كولر عقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين، جانب بدني يعني تقدر تقول كده لهذه المباراه مع تيتسيان اندويا مخطط احمال النادي الاهلي، ثم انطلق المران. مستر كولر انت عارف يعني طبيعه مباراه الاسماعيلي، وان هو اتفرج طبعا على المباراه الاولى اللي جمعت ما بين الاهلي والاسماعيلي في الدور الاول، وايضا اخر مباراه نادي الاسماعيلي للوقوف على نقاط القوه والضعف. هيختتم الخلاص او الفريق في هذه الاثناء بيختتم التدريبات، ثم الفريق هيستقل طبعا الحافله والاتجاه الى الاسكندريه للمبيت في احد الفنادق القريبه من استاد الجيش ببرج العرب، اللي هيستضيف احداث اللقاء غدا في تمام الساعه 7. تتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. مستر كولر قال لك ما عندناش وقت ان احنا نضيع نقطه في الدوري، فبالتالي المباراه صعبه جدا، بنأكد على هذا الامر، لكن ان شاء الله اللاعبين في كامل تركيزهم ويكون التوفيق مع فريق النادي الاهلي في هذه المباراه باذن الله. باذن الله. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناه الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره، كانت اطلاله مهمه جدا للاطمئنان على احوال الفريق والاستعدادات واخبار التدريب وفي ظل